أهلا بكم من جديد ومزيد من الحب. نتحدث اليوم عن الاغتراب والآثار النفسية على الزوجة تحديدا. ومرحب بك دكتور سامي الحاج عمارة. مرحبا. مرحبا بكم، وسعيدة جدا بوجودي في غنى الطيبة، هذه الغناء الرائدة والرائعة التي يتم فيها اختيار المواضيع بعناية جدا وتناسب الواقع الآن احنا موجودين فيه. بالنسبة للاغتراب عنده يعني معاني ومدلولات في علم النفس وفي علم الاجتماع. يعني قديما من بداية نزول سيدنا آدم، أبينا آدم إلى الدنيا ومعه أمنا حواء، فهم ابتعدوا عن الجنة، حصلت لهم غربة. أيضا خروج الجنين من بطن الأم، يعني كان موجود في مكان بعد 9 شهور طلع من بطن الأم، برضو ده بيسمى اغتراب. في علم النفس الاغتراب بيسموه انفصال الإنسان عن ذاته، يعني بيكون موجود، بيكون يعني ما عنده إحساس لأشياء معينة نتيجة لتداخلات كثيرة، تداخلات نفسية بيولوجية، مختلف الأشياء أدت إلى وجود اغتراب. نحن الاغتراب الآن اللي بنتناوله الاغتراب أو البعد عن الوطن، اللي هو الابتعاد عن المكان، عن وطننا الموجودين فيه. علماء الاجتماع بيصنفوا الاغتراب بمعنى أنك أنت ليس من أبناء الوطن وما عندك معاهم يعني أواصل بتاع الثقافة وروابط، بمعنى أنك غريب عن الوطن أو المكان اللي أنت موجود فيه. نعم. طيب، باعتراف وتجارب الكثيرين، الزوجة في حد ذاتها يعني تعد وطن يعني يوجيك من عدد من الأهوال والمشاكل والتبعات. هل يمكن أن يكون هنالك بيت يخلو من مغترب؟ والله لا، يعني لا يوجد بيت يخلو من مغترب، نادر. في كل بيت بيكون عندنا مغترب. طيب، من أقول اغتراب عرفته كشكل أول، لكن نبدأ بتقبل الزوجة لاغتراب الزوج، خاصة في بدايات الزواج. في بعض الأزواج الزوج السنة الأولى الثانية طوالي يكون سافر. نعم. طيب أنا أرجع لي ورا شوية. نعم. يعني الزواج. نعم. الهدف شنو من وجود الزوج؟ الزوج هو ركيزة أساسية في الحياة الزوجية. مطلوب منه 3 أشياء: مطلوب منه المسؤولية رقم واحد، مطلوب منه الاهتمام بكل أشكاله، عاطفي وجداني، مطلوب منه رقم 3 الأمان. نعم. يعني الزوجة تحس بالأمان، تحس في اهتمام، تحس في مسؤولية. ذكروا كثير من العلماء انه المفروض الزوج يغيب عن بيته فيما لا يزيد عن 6 أشهر، وبعض العلماء ذكروا انه يكون يعني غيابه لمدة 4 أشهر. حتى ذكر انه يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان يتجول يوم بالمساء، في امرأة قالت هذا الليل أسود من جانبه، يعني بمعنى انه ليل مظلم وفي غياب زوجها. فقام سأل حفصة بنته، قال لها الفترة المناسبة شنو اللي بعد الزوج عن زوج؟ فذكرت حفصة بنت عمر انه يعني ما بين ست أشهر، يعني لا يزيد. يعني أيوة، لا يزيد. نعم. عن 6 أشهر. فقام طوالت، يعني قال انه الناس الموجودين المسلمين اللي بيمشوا للحروب وبيكونوا في الجيوش بيقعدوا فترة طويلة، بعد 6 أشهر طوالي يجوا راجعين. ده ليه؟ للأهمية النفسية وللأهمية الاجتماعية عظم وجود الزوج. بتزيد الفترة بتين في حالة انه الزوجة تكون موافقة. نعم. توافق. نعم. يعني بموافقة الزوجة. من غير موافقة الزوجة ممكن الزوج يجي راجع لأهمية وجوده، وممكن الزوج برضو يعني ترافقه زوجته. نعم. عشان بعد شوية حتكون في مداخلات تانية وفي مسؤولات وفي دور مهم جدا يقوم به الزوج. جميل. نعم. طيب، بالنسبة للزوجة تحديدا طريقة تقبل فكرة الاغتراب والتعايش مع مسألة الاغتراب بتاع الزوج، كيف المسألة دي تتم؟ والله المسألة بتتم لأنه يعني أنا يمكن من هذا المنبر. نعم. وللناس اللي بتابعون الآن وبالذات الشباب المقبلين على الزواج، يعني استصحاب برنامج الأهداف. نعم. الأهداف. يعني ما في اغتراب من غير وجهة بتاعت خطة واضحة. نعم. نعم. صحيح. بالأهداف لازم. نعم. ما أحيانا التعليم، يعني الغربة مش طلب العلم، أحيانا لتحسين الوضع المالي، يعني بتكون في ظروف كثيرة بتخلي الإنسان لابد أنه يغترب. نعم. إذا كان في خطة وفي هدف واضح، وبعدين ذاته الاغتراب من شخص لشخص بيختلف، يختلف في أنه كيفية التواصل، هل في تواصل فعال بينه وبين الأسرة، خاصة زوجته التركة هنا موجودة في الوطن، يعني وفي موجودة داخل أسرته أو مع أسرته عندها نوع من الحماية. دي كلها بتترتب عليها
يعني بعدك مواف ايوه تبعات وموافقه الزوجه على الاختراع. طيب في بعض الازواج بيغترب يا بدر الدين وبخلي سته من الابناء. ايوه. وبيجعل الزوجه تواجه مصير تربيه هؤلاء الابناء لوحدها. نعم. فيهم العنيد، فيهم الشاطر، فيهم الدائر دعم. نعم. وغيرها من المشاكل، الامر اللي بيجعلها هي ذاتها في حيره من امرها. نعم، بيجعلها في حيره من امرها، لانه يعني هم محتاجين للابو في شنو؟ يعني دائما يستشيروه في بعض الحاجات، يوجههم خير دليل، هو الاب مرشد، الاب مسؤول عن الاسره في تفاصيل كبيره جدا. يعني من هذا المنبر انا ما بقول انه يعني بناشد تماما بانه كل عنده دوره، بالذات في التربية تحت الأولاد. يعني مثلا الأولاد محتاجين لأبوهم يكون أمامهم في وقت من الأوقات، حتتكون شخصيتهم من وين؟ هو بيقلد أبوه، يعني بيحترم أبوه عشان ما يكون الأبو مصدر مالي فقط. الزوجة يعني في لما تقوم هي بالمسؤولية أو تكون مضغوطة في برنامج الرعاية الأسرية، يعني بيحصل لها ضغط. نعم. يعني يحصل لها ضغط، يحصل لها نوع من التوتر لتعاظم المسؤولية. دعم. يعني بتكون مسؤولية كبيرة على بالتالي. جميل. نعم. طيب نقول بتين الزوجة تكون قادرة على تحمل المسؤولية ومسألة الاغتراب، يعني بتين في فترة، هل في بداية الزواج، هل بعد ما الأبناء يكبروا، ولا يعني بتين يكون مشروع قصة الاغتراب؟ يعني أنا ما ذكرت لك قبل شو يعني في بداية الحلقة. نعم. إنه يعني في الاغتراب الزوج ما يقوم به الزوج حتى وهو خارج الوطن. نعم. حتى ما هو ممكن يكون الزوج موجود لكن في اغتراب عاطفي، صح؟ نعم. يعني ممكن يكون موجود في المكان لكن موجود جسديا. يعني في نوع من عدم التفاعل، في نوع من عدم يعني المشاورة، في نوع من عدم الاهتمام، يعني ده بيؤدي إلى غربة داخل الأسرة. صحيح. أما في حالة إنه الزوج ما موجود لكن بيحاول، الفترات بتكون قريبة لوجوده، أو يتواصل معاهم. يعني الآن نحن بنستخدم وسائل التكنولوجيا في حاجات كثيرة بنستفيد منها، يتواصل معهم أثناء اليوم، يعني يعرف برنامجه، نتحرك وكيف عملوا، شنو محتاجين لشنو. يعني ما بتكون إطلاقا زي وجوده معاهم، لكن بتخفف عن الزوجة بعضها. طيب في نوعين من الزوجات ما أن يعلن الزوجة الاقتراب. الأولى بتبدأ في استثمار الجانب ده، وبتبدأ بتعمير البيت وصيانة المنزل بشكل جيد ورعاية الأبناء. نعم. الشخص الآخر بيكون أو الزوجة الثانية بتكون عرضة للتأثير وفريسة للضغوطات النفسية اللي فيها مشكلة. كيف دي تقدر تغري من الثانية دي بحيث إنه ما تتأثر وتكون في عوامل نفسية وضغوطات يسببها غياب الزوج؟ بيسببها إن إحنا عندنا يعني ثقافتنا، يمكن عموما ثقافة المجتمع الشرقي، يعني في الزواج قبل الزواج يعني بتكون يعني مثلا البنت العايزة تتزوج عندها إحساس بإنه أنا عندي احتياج. صحيح. يعني عندي احتياج لشخص ما. الكلام ده أنا بقصد به شنو؟ يعني بقصد إنك أنت عندك احتياج لكن عندك يعني أمور كثيرة تقدر تقوم بها. نعم. تتحمل المسؤولية، تجتهد، تقوم ببعض الحاجات، حتى إنه يعني الصورة بتاعت الزواج يعني ما تشعر منها بحاجة رومانسية أكتر من اللازم. لازم يكون فيها نوع من العقلانية ونوع من الواقعية. بعد ذلك ده بيكون واقع الحياة، بيكون هي عليها بعض الأشياء والزوج عليه بعض الأشياء. في الحتة بتحت التقبل والرضا أنا بشوفها دي من الحاجات المهمة جدا، دي بتسهل على الزوجة غياب الزوج. أما إذا كان ما عندها تقبل وما عندها رضا، وزي ما ذكرت إنه الطرف الآخر اللي هو الزوج يعني بعيد وما يتواصل، حتى الناحية المادية ممكن يكون مغترب لكن الموقف المالي ما متيسر بالنسبة له. ايوه، فدي بتدي قلل خاصه الاشكالات. انه الاغتراب بقى ما زي زمان يعني. أيوة. نعم. يعني نعم. في بعض الاحيان الزور اللي بالداخل هو حاله افضل بكثير جدا من المغترب. نعم. اللي بيتعرض لمشاكل وضرائب. أيوة. وغيره من الحياه الكثيره حسب ظروف عمله وحسب الوضع. صحيح. ايوه هو موجود فيه. نعم. طيب بالنسبه للاغتراب في حد ذاته، احيانا بنلقى في يعني ده عكس القصه في ابو بكر في قصه. نعم. الاختيار الزوجه تحديدا، مرات بتلقى المغترب اللي هو تم سنوات كثيره نامني بتتعامل له عملية بتاعت اختيار. نعم. في نفس الوقت ممكن يتزوج وفي نفس الوقت بيغترب يعني. نعم. كده دايرين نعمل ربط في المسألة تحديدا على الزوجة الأثر. بيحصل اختيار. يمكن أنا من هنا يعني أنا أحكي لكم قصة. لما كنت طالبة في الجامعة. نعم. فكان عندنا مادة اسمها وومن ستادي، يعني المرأة والمجتمع، المرأة والزواج، المرأة وكده، كان بتدرسنا لها دكتورة سلمى نجيب، من هنا أنا بحييها.
فيعني قاموا جابوا لنا فيديو بتاع انه واحده اتزوج عريس مغترب شافها في الصوره وتم الزواج. نعم. ففي المطار كانت في جرسه منها فقام قال يعني كده يعني نوع من التطمين انه حيجي وحيعمل. وكثير من المحاولات لما انزهج من المحاولات الكثيره قام قال هي انا اصلا بعرفك من بيتين يعني. فدي بتبقى قصه انه الزواج اصلا ما مخطط له. نعم. يعني هو بيجي عشان مغترب، حتى هو مغترب هناك شغال شنو يعني مؤهلاته شنو يعني. بعدين انا ما قعدت معه وما شفت اخلاق وما عرفت حاجات كثيره بتكون فيها غياب. الزوجه ذاتها هي قد تكون ما معروفه بالنسبه له. لما تجي تخش في الواقع وبيكون برضه هو قاعد فتره بسيطه ومشاء قد تحصل بعض المشكلات وبعض، واحيانا يكون في توفيق تام على حسب شخصيه يعني على حسب شخصية الإنسان. نعم. طيب. أيوة. زوجة المغترب طبعا في الحي مشهورة البعض منهم. نعم. بذهب كويس وثياب جميلة كده ووضعها الجيد المادي الممتاز، لكن مع فقدانها لزوجها بيزيد ضغوطاتها النفسية. هل زيادة الوضع المالي بالنسبة للزوجة وارتياحها بيقلل من درجة الضغط النفسي بالنسبة لها مع ذهب الكثير ده يعني؟ يعني ذكروا كثير من العلماء انه ما هو المال وحده اللي بيجلب لك السعاده. نعم. يعني جزء. ايوه يعني انت بتكون عندك مال لكن قد تكون ما سعيد. صحيح. ايوه لانه يعني انا يعني قلت في مثلث عنده ثلاثه اضلاع، الاهتمام المسؤوليه والامان. يعني ممكن يعني يكون عندها الناحيه الماليه يعني عندها مال متوفر كثير جدا، لكن احساس بالمسؤوليه، الامان العاطفي، الرعايه، محتاجه لزول تشاوره. يعني ممكن الزوجه بمجرد ما تزوجت ومشت في بيت زوجها حتى علاقتها باسرتها في بعض الاسرار لا تستطيع انه تتكلم الا مع زوجها. صحيح. فبتكون في بعض الفراغات او الملفات المفتوحه. نعم. هنا بتحصل الاشكال. كان مهم يا دكتوره والله، خاصه في الوقت الراهن ده يعني. والله ما غيرنا كده كحقيقه يعني. كان في السابق ممكن يكون يعني ما كل شيء. الاشياء كانت ميسره، الوضع كان مسهل. نعم. لكن الليله المال يعني الماديه اصبحت هي سيده الموقف. نعم. يعني طيب ابو بكر دكتوره، يعني يمكن في شخص بيكون مغترب وزوجته قاعده مع اسره الزوج. زوج. نعم. احيانا يمكن يكون من خلال التواصل يرسل حاجات كده، بتحصل بعض المنازعات في بعض المسائل. نعم. وده برضو عنده أثر نفسي كبير جدا في عدم وجوده وهي وجودة مع أسرته يعني. طبعا. نعم. يعني بيكون في أثر نفسي كبير جدا في عدم وجود الزوج، ومثلا السيطرة بتاعت أسرة الزوج. نعم. يعني هو ما بيسيطر في الحاجات، بس سيطر على في إنها خرجت من البيت، في إنها قعدت، في إنها بتعمل شنو، بتساعدهم في أعباء المنزل. يعني ما بتكون عندها تداخلات كثيرة. صحيح. عشان كده الزوج ربنا يسهل عليه. من هنا أنا ما بناشد بعدم الاغتراب، بالعكس الإنسان ممكن يعني حتى يعني حسان الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة. نعم. فيها خير وفيها بركة وفيها اكتساب مهارات وفيها اكتساب لخبرات كثيرة جدا. فيا ريت مثلا نقدر يعني ياخذ زوجته معاه، أو لو ما يتمكن يعني يجي كل سنة، التواصل الفعال يكون موجود، المتابعة تكون موجودة. نعم. وممكن يكون مسؤول منه أخو الزوج أو زول قريب أو كذا يعني. نعم، يكون في متابعة ويكون هو يطمئن على وضعها يعني موجودة بعيدة عنه، لكن يكون يطمئن. نعم. على الوضع الحاصل. يعني أنا بتكلم عن إنه الزوج يعني ممكن يتلقى الأخبار ويعرف أحواله عن طريق شخص آخر يعني. نعم. بالنسبة لوضعيتها إذا كان هي قاعدة مع أسرة الزوج، يكون أخوه أو قريبه هو قائم بشأنهم. هو قائم بشأنهم، لكن برضو في بعض الأشياء. نعم. إلا هو إيش أسرار. نعم. كيف تحول الزوجة الاغتراب لحالة من الاستقرار مثلا المستقبلي لأولاده ولنفسها ولزوجها؟ يعني تنظر لهم من منظار او من شق ايجابي؟ والله تنظر من شق ايجابي اذا كانت زوجه يعني تتمتع بنوع من يعني الحكمه. نعم. الوعي، التريس، الهدف يعني موضوع قدامه بصوره واضحه انه الزوج ده مغترب لشنو عشان يعمل شنو. هل عندها هي استعداد؟ يعني دائما احنا لما نقوم بعمل يا استاذ ابو بكر. نعم. يعني لو عندنا الرغبه واستعداد نعمل المستحيل. نعم صحيح. نعم. فاذا كان عندها الرغبه وعندها الاستعداد وعندها الانضباط الذاتي وعندها ودائما الصبر.
صبورة على تحمل بعض المواقف، فبالتالي الزوج هو حتى في الغربة أن إحنا برضو يعني ما نظلمه، برضو هو بحس بالقهر، برضو بحس بال يعني عنده نوع من التوتر، عنده قلق، يعني موجود في بلد ثقافته غير ثقافة البلد اللي هو موجود فيه، عادات وتقاليد مختلفة، أصدقاء الموجودين في وطنه ماشين يعني ما موجودين معاه، فهو برضو عنده واقع يعني عليه العبء أيوة الأكبر، عنده عبء أكبر، لكن هو اخترب لموقف معين لتحسين وضع الأسرة. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى من هذا المنبر يعينه ويعين الزوجة وتأخذ الموضوع بعناية ودراية، وربنا بيوفقها إن شاء الله. مدرسين الزوج له سنتين إن شاء الله غير يختلف. نعم نعم. طيب نحن معنا اتصال الآن من عواطف، مرحب بك. السلام عليكم. عليكم السلام. خطنا عواطف من الجريف، من درمان. من درمان. عواطف من الجريف. يلا أنا بحييكم وبحيي ضيفتكم. الله يعافيك. نعم. مرات نعم. تفضل تفضل عواطف. يلا أنا بقول لها يعني مثلا هي لمست وتر حساس جدا. نعم. بالنسبة إنه مثلا أسرة الزوج وكده. يلا دائما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني للزوج أصر بذات الدين تربت يداك. صحيح. نعم. ويلا انا بقول لها والله الدين ما لبس خمار ولا لبس ذهب. ولا يعني مثلا يعني الدين اصلا انت لو ما وصلتيه لاسرة الزوج حتى والله انا ما يعني ما الكلام ده انا بقوله لتجارب كثيرة. نعم. فكثير من السودانيات بنسدوا حياة اهل زوجهم. والله الزوج ده يكون اهله زوجوه وساعدوه في تربية ابنائه في كثير من حياته. نعم. لكن اصلا يعني انا بس نركزي على الحتات دي بامانات. فانت زي ما بتحبي اسرتك تكون في امان، تحبي اخوانك واخواتك، يعني ما تدخل على الناس بالساحق والماحق زي ما بقول. نعم. نعم. الكلام ده عن تجربه يا عواطف، وانت عايشتيها وشهدتيها يعني. يلا انا حتى لو ما عايشتها المجتمع كثير بان ان ينتهي. صحيح. يلا جزاء وخاصة يعني الآباء والأمهات إلا من رحم ربي. يعني يجب على الزوجة مراعاة جانب أهل الزوج في كثير من الأحيان وتقدم مصلحتهم عليه مصلحته ورغبته. نعم. شكرا جزيلا لك عواطف. شكرا من درمان على المداخلة. شكرا جزيلا. نترك دكتورة سامية عمارة تعلق على بس أعلق في دقائق. يعني هي بس حددت احترام أهل الزوج وحددت التدبير يمكن بالتحديد إنه الأموال اللي بيرسلها الزوج وهو متغرب هي تكون حريصة عليه والإنفاق في حدود، يعني زي ما ذكرنا قبل في بداية الحلقة إنه مرة المغترب عندها ذهب وعندها كده، تكون كل الأشياء بأمور بحكمة وفيها نوع من العقلانية، تعايش الواقع اللي هي موجودة فيه. نعم. ويعني تتعامل مع الأسرة تحت الزوج بصورة طيبة، وهي دي ذاتها بكون عندها تقدير كبير جدا. وزي ما قلت لك واحدة من الحاجات اللي بتخلي الزوج هو في الغربة يعني يعيش حالة بتاعت اطمئنان، نعم، اللي هي تعامل الزوجة، يعني ما بيواجه مشاكل، ما في قلق، يعني بيكون مطمئن تماما انها هي موجودة مع اهله وتتعايش معه. وده دي محتاجة طيبة. لوعي كبير من الزوجة ومراعاة تامة من انها يتمارس هذا الدور. نعم. الله نعم. طيب في انت قبل ذكرتي انه الزوج احيانا يقترب لهدف، اذا اخذنا الهدف المال ممكن الزوجة هنا هي تساعده لانه يحقق هدفه بسرعه جدا. يعني في تجارب زي يعني واحد يكون يعني اقترب من اجل المال وتلقى يعني يرسل لزوجته، هي تلقاه بنت البيت، تلقاه يعني عملت رصيد، عملت شغل ثاني. كيف الحاجه دي ممكن احنا ننصح بها كل النساء الازواج والمغتربين؟ والله بننصح الازواج المغتربين اول حاجه الحته بتاعت التفاهم. نعم. والوضوح والصراحه. نعم. رقم واحد. الحاجه الثانيه يعني احنا بنقول للزوجه من هذا المنبر بالناشده بين انت ما تكوني ظلم وبزيره. نعم. يعني بقدر الامكان يكون في نوع من الاقتصاد، يكون في صرف المال في اوجه مستحقه، بمعنى في حاجات مهمه وفي اشياء كماليه. نعم. فلازم هي تراعي الجانب ده برضو. يعني مثلا النساء بيخشوا في صناديق، بتعمل مشروع بتاع تجاره. نعم. يعني ايا كان نوعه، فدي من الحاجات اللي بيكون هي بيجيها راس مال، فراس المال ده يعني تستثمره وتزيده، ويعني بتزيده بتنميته لراس المال وتشغيله له في حاجة تجارية، يعني برضو ما تشغيله عن
تربية أبنائه ومسؤوليتها، لأنه هي في الموقف ده يعني بتجسد حتى دور الأب. فممكن تكون قاعدة في بيتها تدير عمل، ودي بقينا نحن عندنا وعي كامل فيها في السودان. يعني النساء يعني بيفتحوا مراكز، محلات تجارية، أشياء كثيرة ممكن تقوم بها، حتى هي ممكن ما تكون موجودة في العمل، تشغل ناس يكونوا شغالين لها، وهي تكون موجودة قصاد أسرتها. وبالتالي المغترب في زمن وجيز يقدر يحقق الهدف اللي هو مشى من أجله، ويجي راجع لوطن إذا كان هناك أصلا وضعه مستقر. نعم. يعني إذا كان استقر وبرضه الوضع المالي متيسر بالنسبة له، ده كمان بيحقق الهدف بصورة أسرع. نعم. طيب أهمية تفعيل الزوج لقيمة الدعاء لأبنائه وهو على البعد البعيد منه، بحفظهم، برعايتهم من الله عز وجل، بالدعاء لهم بالبركة ومزيد من التوفيق. نعم. طيب نحن قبل نخلي الإجابة معلقة ونخش في مداخلة مع دكتورة عاطفة، مرحبا بك. تحية لكم وتحية لدكتورة سامية، تحية لبرامجكم المميزة دوما. أنا أقول ما في زي جماعة في الدنيا دي بيحب الغربة، لكن ظروف الحياة بتضطر الناس للسفر. صحيح. فالآن بقت ما غربة الأزواج بس، بقت غربة الزوجات، يعني مع ظروف الاقتصادية الحالية. صحيح. النسوان يتعلموا، بيبقوا دايرين يسافروا ويشتغلوا في الجامعات السعودية وكده. نعم. فبيكون هي مسألة موازنة بين إنك أنت بين المصلحة المادية وبين تربية الأبناء، فبتدفع غصبا عنك الظروف الاقتصادية إنك تختاري وتحتاج لإنك تحسن دخلك. وبرضه يا جماعة نحن بنقول برضه الزوج ذاته الحاجة دي عليه نفسيته، هي برضه بحس إنه هو متشرد من بلاده، بعيد عن أولاده، بعيد عن زوجته، أشياء كثيرة جدا. فبيبقى الزوجة يعني دورها إضعاف، بيبقى الدوري بالنسبة لها مضاعف في شيء في ناحية إنه تربي أولادها. نعم. في ناحية ثانية أخلاقية يا جماعة، تعفف الزوجات يعني برضو، هي برضو ده دور صعب جدا إن هي تعيش نفسها. فأنا أتمنى من الأزواج إنه الفترة ما تكون طويلة وما تكون على حساب البيت. في أولاد نحن يعني الحاجات دي شفناها، يعني بيكرهوا أبهاتهم، لأنه الواحد بغيب لك 10-15 سنة وينسى أولاده وينسى دوره، والواحد تلقى ما عنده أي شحنات إيجابية تجاه أبوه أو مشاعر. صحيح. ما في مشاعر إيجابية. لا. بيجا. نعم. هو بس فهم في الحياة ويرسل لهم المال. طيب دكتور عافة، في بعض الأزواج المغتربين بيعمل دكان ودكانين وبين الطابق الأول والثاني، ولا زال الأمل بيكون عنده مستمر إنه يحولها لأربعة خمسة طابق. مسألة أهمية الاقتناع بالاكتفاء بما رزقه الله والعودة إلى أبنائه ومباشرة دوره كزوج وكأب في البيت. وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. يعني انت لو بقيت غنوع بين ربنا قسم لك، قال انا بشوفك انت بتعيش في وسط وليداتك وتستمتع بهم، لانهم انت حتيجي تلقاهم كبروا، حتكون ما في حميميه. نعم. انت ما احتويتهم هم صغار، بعدين ما بيحتووك انت كبير. وانا برضو بقول للزوجه استثمري الوقت تحت فر الزوج، انك انت تطوري من ذاتك، تتعلمي. احنا عندنا زميلاتنا استفادوا من سفر ازواجهم، عملوا دراسات عليا، ولما يجوا راجعين لقوا منهم هم طوروا ذاته في اشياء كثيره جدا. فهو سلاح ذو حدين، يعني من الناحيه النفسيه والاخلاقيه ومن الناحيه الماديه. انا اتمنى كل الناس انها تقتنع بربنا قسم الله. نعم. واتمنى الاستغراق لكل الاسر السودانيه. طيب الجانب النفسي، لو نحن ركزنا على الجانب النفسي، المطلوبات حتى انه يكون في يعني نقول انه مقاومه لكثير من الحاجات النفسيه اللي ممكن تكون عندها اثار سالبه جدا على الزوجه. والله انا زي ما قلت لك التعفف وكده. يعني انا ملاحظه هسي الشباب برضو تلقى امهم وابوهم برا ومأجرين لهم شقق هنا وموفرين لهم عربات وموفرين لهم ماديات، لكن ما في زور رغيب، ما في زور مسؤول. الاولاد يطلعوا على كيفهم يرجعوا على كيفهم. نعم. في سلوكيات ما سويه، فمرات بتلقاهم الاثنين مغتربين هم يلموا المال هناك، لكن الاسره بجاي بتكون بعض، يبقى ما في فائده لحياتهم. نعم. شكرا لك. شكرا دكتورة عاطفة من بحري على المشاركة الصباحية، الله يديك العافية ويرفيك. نحن نترك دكتورة سامية تعلق. والله شكرا لدكتورة عاطفة يعني على مداخلات السرة.
فعلا نعم. يعني اتناولت الجوانب وانا عشان جبالك انت قلت دار تخترب ماذا راح بيطك شويه في الحته بتاعت انه مساله مهمه جدا انه وجود الاب جنب ابنه نعم. يعني اذا كان لابد في امكانيه انك انت تستصحب اسرتك معك بامانه نعم. لانه كل ما طالت فتره الغياب بيحصل البعد العاطفي بين الاب والابناء صحيح. بعد شويه بيبقى الاب بس شنو دار يرسل قروش رسل قروش رسل قروش يعني الحاجه الثانيه هم ما بيعيشوا فتره معينه في حياتهم بيكبروا عشان يتخرجوا من الجامعات ويجي يعيشوا الدور ويكونوا اسره فهنا الاب بيكون حتى فقد حق الاستمتاع مع الابناء الحاجه الثانيه يعني لا حياه في الدين يعني المعاشره وحق الاستمتاع بالزوج برضو يعني للطرفين احيانا يعني انا قريت واحده من القصص انه في مغترب من دون ذكر الجنسيه بتاعته فمشى للعسيمين في السعوديه وذكر انه يعني هو عايز يتزوج من واحده ثانيه مقيمه معاه في السعوديه فقام قال له زوجتك الاولى قال زوجتي انا متزوجه لها 10 سنوات قام قال له ان خفتم الا تعدلوا فواحده طيب واحدة في بلد ودي معاك موجودة معاك هنا دي حتكون معاك يعني كيف حيكون الكلام ده إلا في حالة إنها هي توافق الموجودة في بلدك قريبتك وموجودة في بلدك توافق عليها ده يعني ده الدين يعني ذكر إنه كده يعني المعاشرة وأهمية وجود الأب للأبناء وللزوجة للأبناء وللزوجة نعم للأشياء الأساسية الحاجة الثانية برضو عشان الزوجة تعرف نفسها ودي طبعا بيخش فيها الوازع الديني صحيح. وذكرت لك في البداية الحتة بتاعت التقبل والرضا وانك انت خدت الهدف نصب عينيك يعني وبالعكس بتعمل الهدف بتاعك بتسعى تصبر وبتتغلب على كل الاشياء برضو يعني ذكرت دكتورة عاطفة انه ظروف الحياة تتطلب انه احنا يعني الهجرة لابد منها لابد منها لتحسين الأوضاع لكن يعني ما تطول الفترة يعني تكون فترة محددة والإنسان يجي راجع لوطنه ويكون نعم. موجود أمام أولاده طيب. ويعيش معهم الدور يعني نعم. وحياتهم بصورة طبيعية نعم. السؤال قبل الفاصل مع دكتور عاطفة كان دعاء الزوج لأبنائه طيب نحن نعم. ندمج ما بيناتهم الاثنين نعم. أهمية مواساة الزوجة لنفسها حتى لا تتأثر نفسيا بالدعاء وتفعيل قيمة الدعاء بأن يحفظ لها زوجها ويعيده سالما وان يرعى ويحفظ لها ابنائها والله دي مهمه جدا يعني انا قلت يعني في بدايه الحلقه ممكن ذكرتها ان احنا التفعيل وسائل التواصل الاجتماعي نعم. فيما يخدم صميم الاسره يعني بيكون المكالمات التلفونيه دي فيها دعاء حتى هي تطلب الدعاء من الوالدين إذا كانت موجودة مع أهل الزوج تطلب الدعاء من والدينه من أم الزوج من أبوه هي تدعو الأبناء يدعو يكون يعني متابع ويتابع حركتهم يتابع تواصلهم يتابع يعني حتى إنه يعني يتغلبوا على هذه المرحلة الحرجة والمرحلة الصعبة جدا إن شاء الله نعم طيب في جانب تاني له علاقة بالتواصل العاطفي تحديدا ما بين الزوج والزوجة وفي اثر نفسي كبير جدا في حال غياب الزوج من البيت وانت قبل ذكرتي برضه نقاط لها علاقه بهذا الجانب التواصل ما بين الزوج والزوجه نقول انه من خلال وسائل التواصل من خلال يعني الرسائل من خلال حاجات كثيره جدا كيف يعني الاثر النفسي بالنسبه للتواصل بتاع الزوج هو خارج لزوجته بالوسائل المختلفه جدا يعني التواصل هو تواصل يعني يجعل الزوجة تشعر بكثير من الرضا نعم. ويكون عندها صبر نعم. وقناعة للهدف من أجله اخترب الزوج أنا ما بقول بحل محل وجوده بصورة طبيعية هنا نعم. لكن يخفف يعني يخفف على الزوجة الآلام ويخفف وحتى يدعمها نفسيا يعني عنده الدعاء والتواصل عنده دعم نفسي قوي جدا يحسسهم بالأمان نعم. يعني مزيد من العواطف والمشاعر ويحسسهم بأنه هو موجود معهم حتى لو كان بعيد ما نعم. ذكرت لكم قبل أنه يعني ممكن تكون في غربة يعني يكون الشخص موجود لكن كأنه صحيح. مغترب صحيح. هو موجود لكن ما موجود فعلي يعني ممكن يكون موجود بأنه مثلا يديهم الاحتياجات المالية وكده لكن ما بيكون في تواصل فعال بينه وبينه نعم. فالدعاء طيب لو أخذنا العكس لو أخذنا العكس في 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 قصة إنه عدم التواصل بس إرسال المال فقط يعني بدون ما يكون في تواصل أو تواصل يكون لفترات متباعدة يمكن لانشغال الزوج بعمل يمكن يكون مكثف
هنا دي الحاجات اللي بتعدي الاشكالات. نعم. بتعدي الاشكالات لانه هو يعني بيرسل المال وما بكون موجود معاهم، ما بكون متابعون، يعني ما بكون عارف اولاده ديل الحاصل شنو، اصدقاء منو، بيعملوا في شنو. فبزي ما ذكرت انه بتكون يعني حاجه صعبه جدا على كاهل الزوجه انها تقوم بدور الزوجه وتقوم بدور الزوج في نفس الوقت، بالتالي بتتكاثر عليها الاعباء. لما الانسان بتكون يعني احنا بنقول ما زاد عن حده انقلب ليه ضده. صحيح. ايوه، لما يزيد عليها الابع بالتالي هي ما حتقدر تقوم بالدور ده بصوره فاعله جدا، طالما انه كل المسؤوليات عليها، زايد انه هو بيرسل يعني قروش بس الناحيه الماليه، لكن بيكون النواحي الثانيه مفقوده بالنسبه له، بيكون حتى الفتن المفروض يعيشها معاهم يعني بيكون زي يعني غريب عنهم، غريب عنهم، غريب في تصرفاتهم. هم كانوا يعني في زمن كانوا محتاجين له، ولكن للاسف يعني ما لقوه، ما موجود معه. طيب طالما اتكلم عن الاثر النفسي الاغتراب على الزوجه، الزوجه دائما عندها بتنتصر جانب العاطفه والذكريات اللي بتكون حاصله. حاسس ان احنا ان شاء الله مقبلين على رمضان، وندعو الله عز وجل يبلغنا رمضان ذكريات اول رمضان مع الزوجه، وهو رمضان اللي بعده يقترب. كيف تتصالح الزوجه مع غياب الزوج في اول رمضان واول عيد وغيره من الضغوطات النفسيه؟ والله ما يعني مواقف صعبه جدا على الزوجه، لكن هي يعني يجي راجع يعني دكتوره؟ لا ما يجي، ما يجي راجع يعني، ويتواصل معاهم وهي يعني تتقبل. نعم. يعني يكون عندها رضا ويكون عندها تقبل. وزي ما ذكر الدكتورة عاطفة يعني هي ذاتها تكون زولة مسؤولة. نعم. يعني تكون زولة مسؤولة، تستثمر وقتها في دراسة، تستثمر وقتها في عمل، تعمل مشروع، يعني تهتم، يعني تكرس جهدها برضو لرعاية الأبناء. دي كلها أدوار كبيرة جدا بتقوم بها الزوجة، بتخفف عليها نفسيا، ويعني بتسهل. صحيح. أيوة، بتقرب المسافة بينه وبين الزوج إلى حين عودته لوطنه. طيب في بعض الأزواج يعني بيسافر وزوجته طوال بتكون شنو يعني في وضع الحمل، يعني كيف ممكن هي تصبر على الحاجة دي في 4 شهور أو 3 شهور الأولى، هو يكون جستمر له شهر أو شهر ونص وسافر، يعني يترك للأمرين، يعني مسألة الحمل إضافة لفرقته هو وغربته خارج البلد. المسألة دي بتحتاج إلى كثير من النصائح حتى لا تتأثر الزوجة نفسيا. نعم، يعني أول حاجة يعني نقول لها إنه يعني هنا أول الرسالة الأولى الصبر دي للزوجة، يعني لازم تكون هي صبورة ومقتنعة يعني بأنه الزوج في وقت من الأوقات كان المفروض يكون موجود هو غايب. الرسالة الثانية للزوج إن زوجتك حامل وإنت ما موجود معاها، لابد من المتابعة والمتابعة يعني التواصل. نعم. الاتصال المباشر، ممكن يكون اتصال يومي، متابعته وهي ماشي الدكتور الحاسس شنو، الاطمئنان، تحقيق الناحية المالية برضو عنده دور كبير. نعم. برضو منو اللي بيدعمها نفسيا، يعني ما ممكن يكون عندها أخوان موجودين حواليها زي ما ذكر قبل شوية، ممكن يكون أبو الزوج ذاته عطوف بالنسبة لها، يعني ممكن يكون الأم برضو النسيبة ممكن تكون برضو تتعامل معها بحنية وبعاطفة، متابعينها هي يعني تشعر تشعر بالألم بتاعها لما ما تلقى زول موجود معها، لكن نعم. إذا لقت يعني في زول موجود معها حتى لو يشعر بالإهتمام. طيب إذا طلبت إنها تقعد مع أمها في الفترة دي يعني ما يتعصب شديد في إنها نعم. تقعد مع أسرته؟ أيوة، يسمح لها يعني تكون موجودة. صحيح. مع أمها. نعم. لأنهم بخففوا عليها يعني بيدوها كثير من يعني العطف والرحمة. نعم. والشفقة. صحيح. حتى تتعدى هذه المرحلة. نعم. طيب في سؤال أخير، يمكن في بعض العبارات إذا الزوج جانب محفز للكلام اللي بنقول يعني دائم إنه أنت صبورة أنت كده، يعني مطلوب برضو زوج إنه يعبر يعني في دقيقة واحدة، يعني مطلوب يعبر طوالي على طول. انتوا مغلين كتر خيرك. انتوا مغلين في الناحيه العاطفيه. والله مطلوب يعبر. يعني ما انت هسي مثلا لو اي زول، احنا دائما يعني في ثقافتنا الشكر وانك تصرح دي شويه صعبه، يعني لو زول جاب لك حاجه قلت له شكرا، لو ابتسمت تبسمك في وجهك عندها معاني وملولات كثيره جدا. فهو لما يشكر دائما يعني يكون يعني يحسسها إنه الدور اللي بتقوم به وده دور كبير جدا ودور ما سهل، وربنا يعظم أجرك والاغتراب من أجل أهداف محددة، فده هو اللي بخفف عليها. طيب نعم، آخر سؤال في خاتمة الفقرة، الاغتراب للزور المعدد 2 و3 كده، يعني خلي كوم مشاعر يتحرك، كيف يعني ممكن نحقق ضابط حتى لا تأثر نفسيا؟
والله الزول المتعدد ده يعني متحفظه انت مش كده؟ يعني ربنا يعين، لانه هو بالذات يعني مثلا ممكن نجي نحن يعني طرقنا للسؤال لهالتعدد ومثلا خلى يعني احيانا ممكن قد تكون واجهته بعض الحاجات الايجابيه ساعدته على الحاجه دي. نعم. يعني هنا مثلا لقى معينات ومحفزات، فانا رايت ما التعدد بالنسبه لي صعب شويه. ايوه يعني ما بشيء الا في حاله مثلا، يعني انا لما ارجع اتكلم عنه بتكلم عنه في المعقول. نعم. يعني ما هو ما في مشكله في انه الزوج يمكن يتزوج، ابو بكر ده شكله ناوي، لكن تكون في يعني بتكون في حاجات. نعم. منطقيه. نعم. يعني الواقع. نعم. يعني الواقع هل يعني بيسمح له ولا لا؟ نعم. بيكون عنده برضه نفس الدور. نعم. يعني نفس صحيح. الدور هم موجودين ما هم ابناء. نعم. يعني والزوجات الثانيه ممكن يكون ما عندهم ذنب، ده اختيار الزوج واحساسه بانه حيقدر يقوم بالمسؤوليه دي ولا لا. يعني يقدروا على القيام بهذه المسؤوليه العظيمه، ونسال ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يقدر ويقوم بدوره وهو خارج الوطن. نعم. الحاجات اللي تكلمنا عنها. نعم. الرسائل دي انه يقدر يؤدي دوره، انه يكون متابع. نعم. ومراقب ومشجع ومحفز. نعم. وداعم. نعم. وله ان شاء الله من الاجر، من الله الاجر والثواب العظيم. شكرا للدكتوره سامية الحاج عماره اختصاصيه نفسيه على هذه الاضاءه النفسيه والاسريه. الله يديك العافيه ان شاء الله. شكرا.